بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت ولدي كبر له دائما تعلم صوت جديد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك الله أرنتي وواحد الله وفرحه دائر أنت ترى لك ولدي كبر له إنه يمادان إنه دين تودي وحكا لقيستان وحاب لغفر حرمتي بقادم بدومي رأي أضي إنسانا يسوى محمود بوحن لها النهاية. أجزاكم الله خيرا وحرمتي موضوع أدوان أكسن قد يشان رمضان مالف ربنا لغاه رجاليو وحنورتي أدو الرجينة يا إنا بصمالي قال فهمي دونتان إن شاء الله حي علي من ربنا وحن لها دائرتو أبصمالي قولوا سيدي الله بها نماءها وما فهمان أما مركة غارك وضعي ربما خلط بفهمان يقو إسلوات فهمتين يا الله قايا بأيني بخلط فهمان يا مركة غارك أنا مركة عندين إشكال أحد ليو غارك مركة إسكيد دي تسيني أنا وحي يقير هذا كما فهم إنه يا مركة غارك مركة عندهم عينا أعضو حقو شرحو فهم سيو فعلى روح صورت قال إن لي هذا مش في ستورس أقول عاي ما تفهمين يا همتي لأن يرادوا روح صورت قال أنا يصير هذا ما تفهمتين لكن أنا فهمين. لكن واحد شو ده يا أنت هذا كان قرار اللي بديك كره سي آير وترتيب عنه هذا اللي كره أنا الموضوع أقول قلت له شو ده يدور إن شاء الله مركوات عنوانكو وحوي لبعض دائرة هاي ستأي حل كده سيادبا ضدك آتك أبو فالحسن كومتشيرو إن دائر تلقى لقو مشكلة أما قفك مركو دائرنا تكتشير تانو كلاقو كتشيرو إن لا أركو قف مشكلة كتشيرا أرقا سيادة صح معها مركا لدونا يو دائر تا إن وحل لقو بيريانا ملاو لقو ناكسينيها إن سيدا النقاطف كالله فيري أولا يرادو مشاكل كودا إيو سيد الله حلينها مرة إنسي بوصتيف الله في ريا كونك سن أقول لي رادو دائرتو أما قفكو وقتك أو كتشرة قيمي هيسا هي سيدي ومركة وقفة إيدي سنة لكن موضوع ما دام سيدي هاي إن الدبات الشرطانة أي دوح شرطتها واقعة أو أي نانك قد بكريم وأقول خصبنا يا مركة إنا إنو سيدي هاي وقاضة النادي على كاريك إن شاء الله. موضوع دور قضاء بينوك لصارينا مركو وادو حن رأينا روح يرخير هذا دعنا كتر تاني قيمها إلى هذه أهمية إلى هذه مرك الله بعدنا وحربينا أن ينك كلمة كير هذا دين تان إسلامكو يسيد أي دعنا هذا كتر تان أيوت مارك تي وهذا شيء هنا أمانتي كده وحربينا وحير تصاليه دعنا كتر تاني فائدة إلى هذه كده بنو سوقد بدون هذه على كده إن شاء الله ترى قلب نفرات دائر تاي لو اعتقد هاي سته هي قبل قبل ومركا حاله نقطه مره قوات دين الاسلام قاد يا اد بين اهميته وين اسيسه دائر يا دك دان يرى قران قاد اخرده وعلى كيسا دان يرى لك شكينيو سنه النبي عليه الصلاه والسلام دان يرى لك شكينيو وعلى كيسا سوره الكهف السادة أنتي لياب كله إلهي سبحانه وتعالى كتابه كقور رمي السادة سأما شاكدة سيوحي كور رمي سا ضد مركي ورا مسلمينها ده بأن الدين تكتبه قالوا بي مركي اللي قرر يابو إن آدو ترير ودور يتبن قفا ودن يرأها وإيوك مركي الدين تكسوك ناضي تعيد كهيمار بتي الله مستعان كسوك ناضي دين تودي أن كتقين بذكر قصوة إلهي كورم سبحانه وتعالى وترد إليها وحيها ينفتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وحيها ينبال لنيرو دائر إلهي الرمي يدر إلهي إيمان كردي نبي الله إبراهيم عليه السلام مركو إلهي كتابك كورم أيوه والنبي قال لك أبي ودين تلوسو ديبي قف دائر لنيرا أبوها أصنام تمركو تشبيه أما صنامية دي قالت عابد يسي مركو بربريه نبي الله إبراهيم عليه السلام وقالت أي رهد والأصنام تيانك بربريه وحي رهدين سمعنا فتن
يذكرهم يقال له إبراهيم وحن ما قال نويل ير وأصنام تهذا الهيو إبراهيم ليره هذا معناه ما قال في سادة هذا ير قرآن كوكور رمي وونا أماني ودد وونا ناكسن ودن يرأها بإلهي سبحانه عز وجل كور رمي والنبي له ودد صالحين وونا ناكسن نبي قلنا عليه الصلاة والسلام آذي أدبوغة هذلي دأداس أدكتر ثاني يقيمه دينتنا سجود بأوغة هذا الشيء عمرك والنبي قلت عليه الصلاة والسلام لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع وفكوا إلى هرتيس كما رقاقي إلا أفر الرمود لقوي الديو وحكمدها عن عمره فيما أفناه دأدي سيوحو كل مي حوقاقي لأن يرى النماذا هذه إيو محاد كل ما يسي والو يدينيه بل ولي بدأ هذا مهم سنة وحلقاوه الدينية ودأ هذا الحوق قرأ هذا فأدأ هذا يذنب كجرتهم نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامي تضبض عرشك إلهي هرسنده أنت سبحانه وتعالى معنى أنت قيامه تضبض وحى الله دري وشاب نشأ في عبادة ربي قف دائر ودينت إلهي كبر باري ودائر يهي دينت إلهي نو كبر باري وحد مركة أركيسة دينتو إسلام كسيدة وأسية أهمية الشباب لماذا؟ عمر قرد إذنكو أدكو جرتان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام المقشين دوري اللبات انشرو دوري يتو انشرو يوم عرفتي دعين كاسا انتو دبضاني أهايان صحابي أسامة ابن زيد عيدان كي أقدم به نبي قدره صلى الله عليه وسلم وحمد أحلى وقرد قي صحابي لرأ أسامة ابن زيد من يربوها فقلنا أبدا هلكم رفض ليه قارب هذا المحبة اللي غيها بين أتكوين ماركتي دعال هذا أتكوشر تاني كوين تاي بعد إساق مركة أو كوشري قيمها إسلام كسيي شباب لماذا وحال غيها بدينك السمارات إن بدنا مقاشين أحمد قري تاريخ ديزة من كاسي دور اللي غاتين شربوها تاريخ دي انت اللي كتغي سقالي التبنصة نقوب بالعبيب لماذا قاركو دير هذا هل قن كيسة مدد يقول سعودي دور لبات دور لا تنشروها ساس من الدنيا كي قتلي معناه مركا هذا تاريخ دي بقول نقطة إسلام كأي دين تا أنت واحد كيسا سيدا أي دين تقيمة وين أسيسي داء ذير أما طالني يرى لو قيمة القيمة اللوسي رقي الدمر بقى إن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أي إنه معرفة دين تا أي إنه ألكوا عابدنه بدك إنه سووريي صحابتي ووينا معها أبو بكر إيه عمر إيه حديث توريين أدعو يريهين إيه نغي نسو قاري يا حديث توري لأن يردي دائرتي صحابته وعائشة ودوري تبنشلها أهيد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وآنس بن مالك بد دائر يرى دوري تبنشلها يكون دوري لا تنشلها أختي يا النبي عليه الصلاة والسلام حديثة كحن باريين وكقاذيين أبو هريرة أنس بن مالك صحابة الله أبو بكر يا عمر يا عثمان إما ساتكو أركتان حديث لليه عن أبو بكر رضي الله عنه أبو يري هاي أم عن أماركت يا عثمان أم عن عمر رضي الله عنه ويريه سادرت دائر دائر قيمها وين بيلاد هاي إسلام كون أهمية إنت لك أي مركزي وحن وقود بي عدي الله كرده إن شاء الله وتعالى فإذا دائر كتشرتان أي لاد هاي حلقي يا با هذا هنا ندين موقن لكن مركز كجود بتان وضافتان يلقي يا با هنا ندين موقته وحكم إذا أقوين وانبوسين ده نادي الله كده إن شاء الله تعالى قوة هذا أود هذا عقلي وأدو حق بدن وهذا ده أود كرتان ده بدن فهمته وح بدن على وش شرحين هذا مركز بقرته أيه بدن تاني لكن هذا ذي رويناته كلما تسي ويناته ومر على لي مركه مسخه او حي مارت هوس مركه اي ودعيسو وحا كميدا حوغاغا اد ليداي هدا والارديسا وحوي مارت اللهم استعان واد فديدا او مارت وكا حوغ بدن بوله قف مرغدا يليهي لكن مركه قف وين نقطه مر على لي مركه عمره او سي كوردبا حوغاغينا او سي يرانها وحا كميدا همنيغا اي عريسكا كوسارن او ير أبي حل بدن بين أنا كسرني بالغيان عدبي الكاس وجيسار إنا نشرين بصور تجلى شو أرك ميزي وحيله وهوين ومارك الله مستعان كهاي استابينا نشرين بصور تجلى قفكم مركوين هذا هموم وهوين يا مارك عرس وين بفولا
mas-uuliyaad waa weyn baa fuula. mas-uuliyaadkaas waxaa laga markaa inay ka dhashaan culaysyo kale. waxaa laga yaabaa inuu maaragtay mas-uuliyadahaas u kala maaragtay fududayn lahaa shaqo fara badan galo, oo adigu hadda aadan ku jirin oo firaaqo ka tahay, waxaa suurtagal inuu dayn u galo oo daynkaasi uu maaragtay culays ku hayo. waxaa suurtagala inuu maaragtay allahu musta'aan calaa kullin humuumta faraha badan ee qofka weyn haysataa adiga kuma haysato. habeenka aar baad ka seexataa, subxinaad si soo kacdaa, waxaa laga yaabaa inaadanba hurdaduba aanay culaysba kugu hayn, oo haddii la doono xoogba lagaga kiciyo. halka qofka weyn laga yaabo culaysyo haysta oo uu kala xallinayo oo uu la fakerayo in hurdaduba ay kaga tagto. waxaa ka mid ah faa'iidada da'dan yar intaad ku jirto ay leedahay, waqtigaaga oo aada waasaco aad waasacii qofku markuu weynaado haddaad ubad dhasho ubadku waqti bay kaa rabaan, haddaad guursato guurga waqti buu kaa rabaa, haddaad keligaa isdabarto oo qof ismaamulaya noqoto noloshaada inaad dabartaa lagaa rabaa, mustaqbal inaad meel dhigtaa lagaa rabaa. kullamaad sii weynaato kullamaa waqtigaagii uu noqonaya maxay cidhiir noqonaya. laakiin markaad qof yar tahay aad da' yar tahay waqtigaagu waasac weyn, wax badan baad ku qabsan kartaa. waxyaalaha faraha badan ee fawaa'idda ah waxaa ka mid ah caafimaadka. qofku markuu yar yahay maasha allah caafimaadkiisu aad buu badan yahay. waa dhici karaysa haddii qof da'yar xanuunsan yahay, laakiin sida loo badan yahay kullama aad weynaato mar allay marka da'daadu ay korodho caafimaad xumadana waa kordhaysaa. ama dhabar ha lagaa qabto, ama lug ha ku xanuunto, ama madax ha ku wareero, ama maaragtay wakaas. waxaa ka mid ah caqligaaga oo saafi ah sidaan tilmaanay, xataa qofka da'da yari stresska iyo maaragtay allahu musta'aan waxaas waa ku yar yihiin, maxaa yeelay duquudaad iyo culays fara badan oo saaraniba ma jiro. inta haddaan kaga baxo faa'iidooyinka faraha badan la koobi karin oo da'danaad ku jirtaan ay leedahay, waxaan uga gudbayaa mashaakilka da'yarta haysata. mashaakilka da'yarta haysata waxay u qaybsamaan qaybo. qaybi waa mashaakil da'yarta zaman kasta haysatay, meel kasta ku haysata. ana wax idinkayda ku gaara ma aha, wax ka afrika jooga ku gaara ma aha, 100 sano ka hor kii noolaa wax ku gaara ma aha, 50 sano kadib ka noolaanaya wax ku gaara ma aha. waa mashaakil caama oo da'yaridu ay iskeedu wadato, sida da'yaridu ay faa'iido u wadato. mashaakilka waxaa ka mid ah da'yarta qabsada mashaakil gaar ku ah zaman gaara ama meel gaara maaragtay allahu musta'aan ku ah, yacni maaragtay khaas ku ah. innaga marka hadda aynu ka hadlayna oo mashaakilka gaarka ah ee da'yarta meelahan ku nool yurub ama galbeedka ku nool inta badan haysata, taa weeye marka aynu rabno haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala inaynu markaa wax ka nidhaahno biidnillah. tan horese waan iska boobsiinayaa mashaakilka sida guud dhalinyarada u haysata. waxaa ka mid a mashaakilka sida guud dhalinyarada u haysata qilatu ljidiya, inay ku yar tahay qofka da'da inuu serious noqdo wax kastaba inuu isaga arko, wax iska basiida waqtigiisa inuu isaga arko iska simbal, oo aanuba u haysan waqtigan wax tegaya inuu yahay. fursadaha hadda uu haysto waxaa laga yaabaa fursada waxbarasho haysto, fursada shaqo haysto, waxaa laga yaabaa inay si yar ku dhaafaan oo u arko inay weligood iska jiri karaan ama adduunku sidaa iska ahaan karo. qofka da'da yari zaban kasta ha noolaadee, makaan kasta ha noolaadee, waa la socotaa mushkiladda ah inaanu serious ahayn, jidiyadu inay ku yarta. waxaa ka mid ah mashaakilka da'yarta haysata meel kastaba ha joogaan, cumrigan ay ku jiraan inaanu ahamiyad weynba ulahayn, oo inta badan qiimaha da'da idinku hadda aad ku jirtaan ay leedahay dadka ka sheekeeya, dadka dhaafay ee ka gudbay wey, tareenkii dhaafay laakiin dib u milicsanaya, aan waqtigaasi muxuu ficnaa, maxaad wax badan qaban karaysay laakiin aadan qaban. saa darteed bal kuwa waqtigaa ku jira ku baraaruji. laakiin waxaa laga yaabaa ninka iska yar ama gabadha yari inaanay aadba ula socon yacni maaragtay waqtigaa maaragtay qofku uu ku jiro iyo qiimihiisa. saa darteed waalidku meel ku qaylinaya oo leeya kaco waxbaro ama kaco shaqayso ama kaco sidan yeel, waxaa laga yaaba inuu dhibsado. waalidku waa ka soo gudbay duruuftaas, waqtigaa dahabiga ahi waa soo dhaafay, dib uguma laaban karo, soo arki maysid. laakiin wuxuu kula dadaalayaa ilmihiisu inuu ka faa'iidaysto. dhibaatooyinka walaalayaal guud inta haddaan kaga baxo haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala way iska badan yihiin dhibaatooyinka gaarka ee da'yarta haysata. zamanka nool ee weliba dhulka galbeedka ku nool waxaa ugu weyn uguna khatar badan
idaacatu lwaqti, waqtigoo la lumiyo, waqtigoo la lumiyo, waqtiga oo lagu lumiyo waxaan faa'iido lahayn. Waqtigu waa muhim, cumrigaagu waa waqtigaaga, adigu waxaad tahay waqtigaaga. Haddaad doonaysaa inaad isfahamto, anigu kumaanahay waqtiga aad nooshahay baa tahay. Haddii zamankan iyo waqtiga kan uu ku dhaafo adduunka aad ka tagto, dee tagtay, jiritaankaagu wuxuu ku xidhan yahay qoraxdaa soo baxaysa ee dhacaysa. Sidaa darteed waqtigu waa muhim. Diinteennuna aad bay uga hadashay in waqtiga la ilaaliyo oo wax faa'iido leh lagu bixiyo. waxaa ku tusinaya waqtiga sida loo adkeeyey, xataa cibaadaadkii oo wixii ilaahay lagu raalligelinayay ahaa ayaa maxaa loo qabtay? Waqti xadidan, lama odhan salaada weligaa ku jir, maxaa yeele xuquuqdii baa fara badan, salaada weligaa ku jir laguma odhan, waqti gaaraa la siiyey. Weliba xataa qofka imaamkee dadka tujinaya inuu salaada ku dheereeyo xitaa lama ogola. Waxaa loo baahan yahay qofka ugu fudud ee maaragtay siduu salaada u tukado inuu markaa u tujiyo dadka. Cibaadaadkii soomkii baad arkaysaa soddon cishaa laynoo qabtay. Haddaad tiraahdo wallahi aniga rabadaanku waaba ila fiican yahay, maaragtay bisha shacbaan rabadaan ka horaysan rabadaan baan ka dhiganayaa, lagaa yeeri maayo. Maxaa yeelay waxaa loogu talagalay soddonka cisho. Waqtigu oo xataa cibaadaadkii alle lagu raalligelinayay ahaa baa taymtaydulkii waxaa laga siiyey in yar, intaa laga siiyey. wax kale marka xaggay joogaan, waqtigu marka qiimo weyn ayuu islaamka iyo dadka muslimiinta aba ugu fadhiyaa. waxa isweydiin leh, maxay da'yarta ku lumiyaan waqtigooda oo aan markaa faa'iido lahayn? waxyaalo badan baan sheegi doonaa haddii alla ka dhigay insha allah. waxaas waxay isugu jiraan wax asal ahaan bannaan oo diintu aanay diidayn laakiin haddii laga badbadiyo dee xumaanaya, iyo wax marka horeba dee aan bannaanayn laakiin waan isku wada daraya insha allah. aafooyinka ugu badanee da'yarta idin haysata waxaa ka mid waqtigii inaad ku lumisaan facebooka oo dan laiskaga sheekaysto, maanta iyo berriba la fadhiyo waqti badana lagu bixiyo. weliba waxaa la yidhi iyo twitterka iyo waxaa la yidhi weliba arrinkaa gabdhaha aada ugu ibtiraysan baa la yidhi. markay noqoto xagga sheekada iyo maaragtay wax isuqorka gabdhaha aada ugu ibtiraysan baa la yidhi. waxaa ka mid a waxyaalaha da'yarta waqtiga ku lumiyaan aflaamta iyo shineemooyinka oo maaragtay waqti lagu lumiyo, talo filanka cusub ee soo baxay ee lasoo dhejiyey habeenka jimcaha xoogay la yar dhuunto, waalidka laga yar dhuunto, oo maaragtay allahu mustacaan halkaa waqti badan lagu lumiyo. waxaa ka mid ah taleefanka ku sheekaysigiisa, hadda waxaaba kusoo biiray ku ciyaaridiisa, oo marka qaarkood telefoonada hadda soo baxay cusub ee dambi. muxaadara hadda aan jeedinayno haddaan dib usu fiirino waxaa laga yaabaa inaynu aragno qof mashquulsanba ama shan mashquulsan oo ku mashquulsan. maxay ku mashquulsan yihiin? maxay talaafika laftiisii bay ku mashquulsan yihiin haddii laga sheekeynayo, tusaale ahaan. ayib, dadka waaweyn baa runtii aada ugu ibtiraysan, weliba gabdhaha u bateene inay talaafinka ku mashquulaan laysu diray hooyooyinka, oo laga yaabaa in dharigii kaga gubto, laga yaabaa in ilmihii yarkaa la rabay xafaayadda in mar hore laga tuuro lagu daayo. gabadha waxaa laga yaaba marka ay taleefon gacanta ay ku maaragtay daasho inay marka dambe masarka halkaa geliso ama xijaab geliso oo dabeedna caawo iyo beri oo dhanba ku sheekayso. arrinkaas waa khatar. haddii gabdhaha yaryarna oo cudurkaasi galo waa mushkilad, cudurkaasi hadduu galo mushkilad weye. waxaa ka mid a gaar ahaan gabdhuhu ay waqtiga ku lumiyaan shoppingka, meelaha dukaamada lasoo warwareego oo maaragtay maanta iyo berriba kabtana tan ka fiican iyo maaragtay waxaa waqtiga lagu lumiyo. waxaa ka mid a barnaamijyada TV-yada ka baxa oo qaarkood waliba aad u kharriban yihiin, sida Big Brother-ka oo kale iyo Paradise Hotel-ka oo kale iyo kan muusiga laga maaragtay X Factor miyaa la yidhahdaa, kan muusiga looga codayo kale iyo maxaa ku qoslaysaan? ayib, barnaamijyada TV-yada inay waqtiga ku lumiyaan CSI-ga, kan muxuu ahay musalsalka socda isla faraha badan leh aan dhammaadka lahayn. arrimaha mararka qaarkood wiilasha iyo gabdhuhu u kala badan yihiin, gabdhaha aada ugu badan, wiilashu xagga footballka Champions League baa la ciyaarayaa iyo maaragtay waqti badan lagu lumiyo, ama maaragtay Barcelona iyo Real Madrid baa ciyaaraya, waa in wax alliyaalaya wixii lahay oo dhan lasoo dhigaa, xataa salaada waa in dib loo dhigaa. oo laga yaaba marka qaarkood wadaadka wadadaxitaa in la weydiiyo, sheekh haddaan mashquul ahay aad mashquul u ahay salaadii ma la jamcin karaa? oo laga yaaba wuxuu ku mashquulsan yahay
sagaashan ka daqiiqo iyo rabaa inaanu minute dhaafin ah oo TV-ga reerka waxa laga yaabaa inuu kula dagaalamo ciyaalkii raa iyo hooyadii iyo gabdhihii baa laga yaabaa inuu kula dagaalamo maalmaha maarta kooxaha isagu u taageeraha u yahay ay maarta Allah mustaana ciyaarayaan tayib umurtaasi waa umurta ugu badan ee da'yartu ay waqtiyadooda ku lumiyaan waxa soo dhameeyay qasab ma aha football goal ala sabil misal qof ka dumar iska daawado waqtigiisa aan aad ugu lumin ama iska ciyaaro mushkil badan ma si laha laakiin inuu qofku ku noqdo waqtigiisa dhanba uu maaragtay uu ku lumiyo oo noloshiisa ay ka mid noqoto kooxbilaayo goormay ciyaartaa uu jadwalkeeda la socdo ya oo aanu ka baaqan karin oo ay noloshiisa ka mid noqoto tacaynkaasi khatar waxa ugu badan ee daayarteena haystaa walaalayaal waxa weeye waa waqtiga aad luminaysaan waqtigeena aad luminina waqtigeena wax idin anfacaya inaad maaragtay ku bixisaan ayaa loo baahan yahay haddii kale muxuu yahay farqiga u dhexeeya odayga qaylaya iyo wiilka ama gabadha facebook-ga fadhiya ninka qaylaya ee 6 saacadood fadhiya halka kan yaa abbas luuska shaqalaanta farax badan hayso feerkii dayacay naftiisii dayacay cid kastaba dayacay iyo adigaagan wuxuu qoraya ama baalto ku mashquulsan ama facebook ku mashquulsan saacado badan ku bixinaya wax farqi oo idin dhexeeya haba yaraatay ma jiro yani waxa aadna waqtigii baad lumisay isna sidaas si lamida ayuu waqtigiisii u lumiyay waqtigaha lagu dadaalo weliba qofku hadduu barto inuu waqtigiisa lumiyo khatar weyn uu la qabsanaya marka dambe waxay ku noqonaysaa cudur waqtigii faa'iidadaba ahaa ee la rabay in qof ka faa'iidaysto yaa isaga wuxuu ku noqonayaa cudur dilaa ah oo uu meel uu kaga baxsado u raadiyo markaas wuxuu raadinayaa talo maxaa waqtiga ku lumiyaa waa khatar seeba waqti u helaa qofku inuu raadiyaa la rabay hawshana ay taalla tanna waa ay taalla tanna waa ay taalla okay shan saacadood bay qaadanaysaa talo haa hablaayana waan rabay inaan qabtee xaggaan waqti uga soo saaraa maxaan isku ruuxi karaa qofkii la rabay inuu noloshiisa waqtiga uu sameeyo ayaa wuxuu isu bedelayaa bilcagsi waqtiga xaggaan ku lumiyaa ayaan daro weyn weeye marka waa nasiib darro hadday saasi dhacdo haddii aad noqoto qof waqtigiisa la dagaalama oo sidii waqtiga uu ku lumin lahaa ka shaqeeya waxaad ogaataa inaad kaabadii koowaad ee nasiib xumada inaad fuushay arrinkaas looga digtoonaado haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala weliba da'yarta caanka ku ah inay waqtigooda lumiyaan iska ilaali alla saaxiib waxaa ka mid waxyaalaha da'yarta khatarta ku ah weliba kuwa meelaha kan jooga dragiska ama yani maaragtay la isticmaalo waa khatar weliba innaga mawduucaas agteena wuxuu ku yahay taabuu aan la taaban karin aan laga hadla ma ogola dhalinyaradeennuna way ku ibtilaysan yihiin sigaarka ugu yar xashishaduna malaba ugu weyn tahay bahashan la yidhaahdaba hadda inagu soo biirtay maxaa la yidhahdaa carabta aad ruur ka siiso magaciisa shiishada weliba waxaa la yidhi gabdhaha aada xarfaan uga hadlay bahashaas wiilashiiyo gabdhaha waxaa la yidhi marka isbarbarrin loo sameeyo gabdhaha aada xarfaan uga baa la yidhi oo bahasha isticmaalkeeda oo ayaan daro runtii qaadka sigaarka taraagaskaa kale waxaasoo dhamebaa da'yarta waxyaalaha khatarta ku ah weliba wiilasha waan uga digayaa inay si yaroo sahlan ku galaan iibinta waxaan la yidhahdaa maaragtay allah mustacaan xashiishka iyo waxaas oo si yar qofku inta lagu geliyo khatara dabeedna hadhow uu galo u galo gangis aanu ka soo bixi karin ama uu arko inaanu ka soo bixi karayn haddii mushkiladaas ku haysato oo inta aad hog ku dhacday lagu tusay inaadan ka soo bixi karin waad ka bixi kartaa waddada kuwaad kaga bixi kartaan waxa weeye dadka waaweyn inaad waxaaga u sheegato oo aadan la qarsan inaadan la dhuuman suuradu waxay tiraahdaa qarso ha ku qarsate haddaad qarsato dhibaatada iyadana way ku qarsanaysaa haddii xanuun ku hayo aadan iska daweyn ku baabiinayaa xanuunku dhibaato ku haysato haddii aadan ka hadlin dhibaatadaas waa ku dilaysaa aakhirka taraagaskaada looga fogaa diinteennana way xaraamaysay waad ogtihiin waxaan maranayaa aayaad iyo xadiis yacni maaragtay allah mustacaan uma baahna waxaa ka mid ah mashaakilka daayarta haysata dadka weliba daayarta meelahan ku nool hawiyada ama intimaaga ama yaa tahaydu maxaa tahay adii haddana marka lagu weydiiyo ma danish baa tahay waxaa laga yaabaa odansaad ku dhalatay intaana waad kula ekaatay haddii laga yaabaad ku qaangaadhay ama nin weyn oday hadda gor ka soo baxay baad la noqotay soomaaliya haddaad intuuligaa maad arag
اللغة عاد كل علم بحضه عاد كل شيء كيسوى في دينش الصومالي بضم متقاني مركل اللي ويدور معاتها على جاب أنا كل شيء ذاته دينش بعده هاي مسا الصومالي بعده معاتي تقول أبي يا بقنا كي جور جور وحياة على جابا مقالة مركل أصوب بحضه أما قاب كادو عاد قلك ما يصير صاحب بدأ يعين كاتهينا متي الصومالي على جابا من تالت تجاه يساد فكر يسوى على جابا إن هذا الصومالي ما محبار سنين كل شيء ذا شداس أي كل شيء ذا نيان لقمة ذا كل دواني أما انتماجة أما أبترك كل دواني ومشاكل دائية أنها يستوي على قبل حكرا وانتنامد وأنا دي على كل إن شاء الله وتعالى بإذن الله لكن هو مشكلة شفتة وأوبها نحل كذا طف كده نعمر كل جاي جوا الصومالي نعمر كل جاي ذا نودينش هو يدي وحل جاي على قبل يدي إن هذا دون تعاون لا بشقين لا دون تعاون بقى الجاي يقول كأنه يرى رضين قبوي محقربا يا بقنا كاسي كيني معها بقنا كاسي إنها كيني معها وحكم إذا مشاكل كدائرة إنها يستوقار كونها يستا عالم الإسلامي أما الدنيا المسلم كا هي بلد كيني وحكاد عايا إنو حل إسكا سارو إنو حل أراديو سوريا هذا أحلقان إذا عدين تقول بيستو طب بدن بالدريا ودن كينا دام حارة صوق الشيء أو هلكن بيدابا يصوق الشيء هلكن يصوق الشيء حلقة يا بني سيرة والله أرنك أن الحلو هذا سال الله قبل هاي وإذا دب يستوم حاضر جهات كقاع كسينا يا طب إنه ويرادو وهل كي كله ذا حلو بهاي أرنك أنا بمارة يا إسلامكو هذا دا قد هذا بالله بس ولا عيب ها هدي لو يدي إسلام كلفت سو حلو يدي حوك ما يقان يعني سو هاي استانين كي إركي لوك كلاهين لها إسلام كالحلو هذا منها تعالين الحلو صار تلا قبل هاي مركوات أنت أذن أمور كاوة وين وحبيب أن هذا كي قبل كريم أنت أنا وقت كأغل من أرتينا التالي حل شو النبي محمد عليه الصلاة والسلام دينتي أنه صدح يتبعون صلى الله عليه وسلم وحل التربية ديني والأببين هي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام صدح يتبعون صلى الكذب أي مركة دينتي أنه مدى لقارسي ودعوه أي انتشارته نبي يا صحابة صلى الله عليه وسلم أدوه أدوه لقيا بين البشر صلى الله عليه ولي سعادة بخوة على كتير حيالها كنت أيام ذهرت على حكم هذا كبع ما قام كبلوه رجع وكحب من الشلسيين كله لكن ويلشوا وحذر كسمرك وتكن أيه التحيات كم فري سنكرة ورور كسمك له ما فري سنكرة التحيات كي وحلاقي يا أبوك وعمرت كذا الله بقى دب يكون هيزا هادو سعادة بالعبي هراء إنه تكن شلين وهاي هدي حمنها هدي سعادة الله براي سيف عم بفري سنها هدي يرانتي الله براي سيف عم بفري سنها لكن لا بعيش أكبر مساعد كسوق له وفي عيال الحمد لله إنه قدر إنه إنه هلا إنه سوق له سعودي وحلا قش يا جاي لأن يرد سلوا الله ذن هذا إللي يسكت دايما وما لينه سلوا الك كان كرتشي أحد وهم مقطع أو ما رت مرنا كرو قاضي مرنا هوس وقعد عيا سلوا الجاس مرنا اللي يروا ستة مساعد سعودي كي على سوق له وده كإمام كأوحير إذن كورت ساعات بل إنك أقبل ما يمحير عوردي نام مقطع وأنا رنتي دي عورة يوم مقطع عورة بين الأسطرانة والشرط الشروط الصلاة ده كمل لاشان كبحة مدة كلام مسلم قال في سهادين إنسان عورة مساجد وحلا الله سبحانه اللي قعد عليه استه مساجد أيه كتير عند عورة المقطع وبخطر إنه بس الشيخ عيال مين وحلا إنه يسوق عليه إن شاء الله هو حكدي منه أصحينا بإذن الله سادرت نكد أن يردها هذا بس هذا بالعربي وحتى حبني يسوي أنا بس هذا اللقب سني المركب يسوع كنا كعرك يلوك بكره هي أو مارة أدون كمحل كيسوك يني كره ما يحلنا وحمرة أدون كأي خلاص هذا برا مرة كده بعد نفط هذا إيوه عيد كره بعدين في كره يصدق على كده إن شاء الله بيجي وحكم إذا مشاكل عمر كابلا يرد وقت بدنا يكل ميان هل كي أو نفتي سين ولا وقت بدنا كله منها يضرفان وحبك قبل كرين تمرنا أول هين يوقت بدنا كله ميان يعني. وحكم إذا مشاكل كدائرتين هاي استا الموضوع عجورك ويتعليه من عضله رحم الله وحي سيان سمح سيسان ها ما أبي حسونه عجورك الله يحفظه يا طيب عجورك هو شيء طبيعي وإله ابن آدم هو أبو ري وقت يسون استقيمنا يا ترسين آدم فربنا وما بحنا هدي لكن هم يجاوا بقول نقضه عجورون يا وقبلها تلف كوري رزق
حتى هذا صوص عطحيه هان لي هذا النصوص عم بعتها لا كل قبلنا واحد ربنا لا شك يستوى مدلل صنع ذو عن إسبانو سنة إيو الله بس سنة إيو إيو مارك تلاقيهم كل مشغولي قبل عدد أنت ولا ودي وقت بدل مكلمين جور كادو عين كان نقض نلاش هذه لا يكفى أورط شكانسي إيو مارك تي هذا الهينتيس سألت يس مشكلة دوية وحكم لهم تأيان درنا مشاكل الدائرتين هايستا إنه كوب بدأ ينفرنكو بدكوا وين أميرها كي يميت واحد عدار والله سمين كرا ويسكن بربورة هي حي بقى إنه بعض سب باين ينميت بدك يجوا ويرابان ينميت وأنا أدي فهم سنين وحمر كورن لوجش كيين ما أنا أركين بقى أنا عصبي دروب عصبة كينتي وأي كدرتي مرة فربضان إني قريه للدمان والله بدي أقف السهم وياه دروب تمشي كدرتي درتي وحنو بسون شري دائرة يرياري وإنما ينضطك كواوين حيالي بأدن ببقيه كوكوران ويفهم سيهين سادر تدمرك قريه ودوه الراقية لكن هذا محاس وضحي يجب أن كفر نبطي ذات كواوين أي أنضر وعلى ركيسة محاضرة دائرة الله قبلنا يقول لي واحد كلا هذا الشعب فرنينك كلا هذا دائرة قريه علي وحن كواوين ليا إني قريه هذا حيستان وفرنينك يرايان arinka ugu muhiimsan ee furriinka lagu yareyn karo walaal xuluush aan rabeen aan dib ka tilmaamo arinka ugu muhiimsan ee furriinka lagu yareyn karo waxa weeye war gurgan idinku inaad leedahay inaad fahamtaan gurgan sadahdu male sadaguna male adeerku male abtigu male gurgan labadiin qof ee iska soo horka ayaba iska leh waana sidar runtii in marka qaar ka hooyooyinku ay si aan fiicnayn oo negative ah ay guriyaha ugu yeeshaan يعني ما ركت الله مستعان سامين وهي شان أبي أشون الله ميت لكن هو يدفع كبران أرجع سوى خطر وحنو قل كل ماي ويلي قبل يعني سقبتي أو مرتوا ده اللي حلينا يوم هل كي قبل يسافر يسمع هذه يسافر يستي هو يدي قرب الملي هذه قرب الملي مشاكل اللي بعد كشرتها ما يقول لك هرت أت مركل لغوب هذا لغوب من دونه إن شاء الله labad qof dhibto ka dhaxaysa labadan qof ee hadda isqabay wada joogay adigu kharij ka tahay sax inaad kalmayso inaad maaragtay wanaag ku kalmayso oo maaragtay aad ixtiraam ka qaad yeelato waa loo baahan yahay hooyatay laakiin marka laga hadlayo gurigan yaa iska leh yu ka dumay ayaa dhistay gurigan laba qof iska leh waa wax qas weeyaan saadirtid badiintana waxay ina amartay hatta marka guriga galayso miya iska soo dafdaf oranaysa soo galaysa حتى أبدك أدوى هذا الشيء في سورة نور إلهي محيري سبحانه عز وجل صدح وقتي يا أبوه ذي هو يدود قروها كسو قرع عن قولك أي كتران مركي سوق لها مصوق لها يرى وعلمه يرى أدوى هذا الشيء بل روائنه هو يدي أبي كيرا صدح ذا وقتي مصوق لك يرى قروك معنى المحوك تسينا يأرن كاسي سيد الباب كاسي كابح لنيها وإنك إذن أضلبتم وي أدوى سوق لك كريم أي جورجان شو أنتي سنو أي داخل أتاي أو لبضن قف أي وقنا حنسا هذي لكن حرق على فرو أو نقضوا يعني ما رت بري قف كستابو وراقو عرفت واحد ترى إذا كثر الطباخون فسد المرق هذي بري جا عن جرين تكو بضطو أو أدو قد ملح كدرتي أنا الله بس عم بيرد ملح دي كدرتي وأنا ما رت أنا متكلم كوسي سياديو متكلم أي بعد دو سنة متكلم قصي هذه يوم حكى لنا بلاتا كدرنس أو حيوف في هذه شكل ملك لبعضهم قف الملح لقط دري أنا متك استوحى الربعين وحاجات شيء مدوني روح ما يامش هو إذا نفتي ذهب ربتين وحاجات شيء لكن حكمها هذا ما يان هذه حدود يلا نعرفه حد كذي لقط اللعبه وحكمها هذا يا مشرع صدر تيد وريها إن الله يو ومهم وحكم ده مشاكل كدائرة إنها يصلا أنتي ملك كان وح كتيرة فرص دائرتنا يريار وحن كبرى روشنا يا دوكنا شوكتان فرصدها كتير آنو هايسان ويلك مانت الصومالي تشوكا من قبل الصومالي تشوكتان أذيك كلا دادا حوض بران كرتان سمع بران كرتان معيد باكار تغادر حبرته مارك غاركوت ويسهل انتا قفكو استغى فشل كيسة انو مرمرسيين اراديو ادى سامي سولكا ويلك مارك او يعني مارك كم ناس يمكن ومارك تكسر بحكروا ما دوين كيف سكيسكي وكمستري يو حسابتي
oo hooyadii ama aabihii yar maxaa kugu dhacay, waa la cunsiridayey inuu yihahdo waa justification yaroo waalidkuna la fahmi karo markaba, wallaahi waa la cunsiridayey ilmahaygii. Ya ayib, way dhici kartaa in lagu cunsuridayo, wax dhici kara wey runtii. Laakiin haddana fursadda aad haysataan ma haystaan dadka maanta, dad badan oo idinka idin lamid yihiin, dhalinyaro badan oo idinka idin lamid yihiin, badahaasay ku le'anayaan, yacni maaragtay allah saxaarayaashaasay ku dhimanayaan. Fursadda tanina weligeed ma sii jiraysay ogaada, cumrigaaguna uu soconayaa, adduunka laftiisuna uu isbedeli karaa, adduunka laftiisuna uu isbedeli karaa. Jaaniskaad haysataan inaad ka faa'idaysataan, ka faa'idaysan la'aantaasina waxay ka mid tahay mashaakilka daa'irta haysata. Runtii gabdhuhu aad bay u ammaanayeen xagga waxbarashada, iskumala mid maha wiilashay gabdhuhu, inaan rag waxbarashadii waa lagaga ficnaaday, anugu ma garanay sababtu waxay tahay. Ya waa lagaga wanaagsan yahay gabdhaha kaga fiican, haddii xuud horta cid inoo badbaaday alxamdulillah, waa nasiib wanaag, ka dayrin mayna insha allah. Laakiin waxaan leenahay wiilashu waa inay meesha iska soo qaadaan oo laga faa'idaysto furaska jira. Intaad meelaha warwareegi lahayd, train stationka iyo meelaha taagtaagnaan lahayd, oo marba saaxiib u tegi lahayd, oo marba aad isku qancin lahayd wax aan jirin oo khiyaali, laakiin naftaada ka go'an. Maanta adigu waad samaysan kartaa boqol marmarsiinyo oo naftaada aad ku qancin karto inaad wax baran weyday ama aad meel kasoo bixi weyday, marmarsiinyooyin fara badan baad u samaysan kartaa. Laakiin adun bay kaa go'an tahay, waa nabar adiga kugu maqan weeye. Waxaa ka mid ah da'yarteenna dhibaatooyinka haysta saaxiibka xun, in lala saaxiibo qof aan wanaagsanayn. Qur-aankuna aad iyo aad iyo aad buu uga digay saaxiibka xun, saaxiibka xun qur-aanku aad buu uga digay. Yar iyo weyn ma kala leh farqigaas, laakiin waa laga digay. Wuxuu rabbi qur-aanku sheegay qof xun, qof wanaagsana oo qof xun la saaxiibay oo dabeedna kii xumaa jiitay oo saa naarta ay ku galeen, oo marka u cadaadayo qofkii la jiitay oo marka cadaadayo, wuxuu leeyahay yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliilan laqad dallanii can idikri bacd id ja'anii, hoggayga maxaan hebel saaxiib uga dhigtaa, ma heblaayo, wuxuu iga lumiyey xaqii markuu ii yimi kadib, anoo wax fahamsan oo wax kala gartay buu ii yimi, dabeedna waa i lumiyey. Qofkaa magaciisiyaa garanaya qur-aanka ilaahay kaga warramayo, qof garanaya ma jiraa? Yaa garan kara qofkaas? Qofka magaciisiyaa yaqaana? Ya qofkaa la lumiyey saaxiibka ah naarta ka qaylinaya ilaa hebel baa lumiyey, yaa garan kara magaciisa? qur-aanku ma sheegin, sunnaduna ma sheegin. Saa darteed waa halka somaliya ka tiraahdo fallaadhaa cirka loo tuuray nin kastowba filo. Caawa hadda haddii layna yihaahdo waxa la saaka waxbaa soo naysak baa gaaladu marka qaarkood ku yihahdo waxbaa sada kasoo socdeen, haddii la yihahdo waxbaa soo socdo halka hal qof buu ku dhacaya, intiina qof ka mid uu ku dhacaya, qof kastaa marka waa filan karaa. Qofkaan la sheegay qof kastuu noqon karaa, anuu noqon karaa, aduu noqon karaa, guuleedii warfaa iyo faadumo iyo xaliimo iyo wuxuu noqon karaa cali. Saa darteed waa inaad iska eegto qofka aad la saaxiibayso, khayr buu ku wadaa mise shar buu ku wadaa, inaad iska eegto. Waxaa kaloo ilaha qur-aan ku sheegay mid isagu badbaaday laakiin fara cidila ku badbaaday, birqa ku baxsaday, laakiin isagii jannada galay, kii saaxiibkii ay xumaanow sidaa naarta ku galay, laakiin dirqa ku baxsaday jannada isagoo ku jira ilaahay ka warramaya subxaanahu wa ta'ala. Markaasu wuxuu leeyahay dadkii ahlu jannaha wuxuu ku leeyahay hal antum muttaliicuun fatalaca faraahu fii sawaa'il jahiim, wuxuu leeyahay saaxiib baan lahaan jiray, jannadana kuma arkay ninkii inuu naarta galay baan u malaynayahay, war naarta miyla eegaysaan? Oo sida maaragtay diinteenna ku cad, ahlu jannuhu ahlu naarka way arki karaan, laakiin ahlu naarku iyagu ahlu jannaha iyo jannada ma arki karaan. Maxaa yeelay jannadoo la arkaa waa nimco, loomana ogola. Markaasuu naartii buu eegayaa, markaasuu saaxiibkii buu ku arkayaa, oo markaa naarta bartankeeda ku jira. Markaasuu wuxuu leeyahay waxaad sigtay la turdiin walowlaa nicmatu rabbii la kuntu min almuxdariin, inaad halaajisaad ku dhawaatay, haddii ilaahay aanay badbaadin lahaynna maanta kuwa halkaa ku jira ayaan aniguna ka mid noqon lahaa. Ninkaasina farac dile khatar buu ku baxsaday. Qur-aanka aad baa lagu celiyey masalada ee saaxiibka, qofka markaa saaxiibkaad ka dhiganayso wiilay gabar wuxuu doonaa ha noqdee, aad iyo aad iyo aad halisaga fiiriyo waa mashaakilka jira, inaadan saaxiibka aadan iska hubin. Qofka hadii goor aad la saaxiibayso waa inuu qof wax ka faa'iidayso, waxuu kugu biirin karaa, waxaad ka kororsan kartaa. Laakiin mid adigu aad jiidayso
iska daka mid adiga ku jiidaya oo wax ka faa'iideysa dunida aakhiro ka saaxiibku waxa kamida yaani ma aragtay allah mustaan mushaakilka ajiska iyo mas'uuliyad yarida inuu qofku iska noqdo careless yaani lazy wiilasha ku badan tahay oo iska maanta dhan ma aragtay sariirta iska saaran yahay oo marku waa dhawdi duhurkii ama haduu doono qaarkood casarkii soo kaco qadadi meeday odhanaya subaxna aqsan waliba yaa sabali baa calaysan haddii gabadhe la dhalatay ama hooyadii meesha joogta waa in markaa la keeno wixii ma aragtay ninkana cuni lahaa maanta dhuhurday markuu soo kacana waxaa laga yaaba markaa inuu reerkii ama kombyuutarkii yaraa yaalay ama tv-ga ama ku qabsado oo maaragtay wakaas inta kalena waxaa laga yaaba haduu doono lamaba sheekaysta reerkee inuu qol yar iskaga xidhan yahay halkaa go-doon ku yahay waxaad moodaa in lagu xukumay xabsi infiraadiya dadka criminalka khatarta ah yaa waxaa la geliyaa qol maxaa la yiraha isolation soo maahay qol baa si gaara loogu xidhaa iyo maga shacdina kama soo baxdo waqadaha loo soo diraya waa la jagareeyaa ka isagoo u diraya waa la furaa maaragtay waxay sii maraan jakin qofkaasi wuxuu iskaga jiraa xabsigaas dabiicigaa buu isgeliyey waa qofkaa iska laysiga ah ee aan shaqaysanayn ee waxu baranaynin ee maaragtay caynkaasa gabdhaha arrintaasi kuma badna laakiin wiilashay ku badan tahay inuu iska yahay ninkaa iska maaragtay xataa dharkiisa aan maydhan karin xataa dharkiisa aan maydhan karin laga yaaba haddii laba bilood ama yaani laba bilood laba asbuuc haddii guriga aan laga soo nadiifin lagaba yaaba inuu maaragtay jeermis ka dhasha xanuunka ku qaado inuu ma udhintaa suurtagala hadhowdina waa labisanayaa oo fiidkii oo adalbu isku subuufinaya hadduu rabo timuu sii hagaajinaya oo magaalada u baxaya wuxuu iska dhigaa nin wax khatar ah yaa meeshuu ka soo kacayna ilaahay baa og subxaanahu casa wajalla sida xaalkeedu yahay laysinimadaasi waa mashaakilka da'yarta wiilasha haysta ninkii la rabay inuu karti la noqdo oo adadag oo reerka wax kusoo biiriyo oo naftiisa anfaco oo ummadda anfaco oo waxa weeye maaragtay allah mustacaan ayaa wuxuu iska yahay ninkaa iska jiifa ayb allah mustacaan waxaa la yidhi waqtigii shan daqan ku dhiga mashaakilkaas maxaa xali noqon karaa mashaakilkaa faraha badan leh aan soo koob koobayaa marka mid kasta si gaara isu mid lutaagi karo waa xal u noqon kara waxaa ka mid ah in wax la barto waa furaha adduunyada iyo aakhiradaba inaad noqoto qof wax garanaya wax yaqaana qof aan waxba aqoonin haddii aad noqoto waa mushkilad wey hunaa takmulu lmasaa'i dhibaatoo dhamme halkanay ku duwan tahay inaad wax taqaano war qof bani aadam oo la yidhi maxaa taqaanaa oo yidhi waxba sharciyba weyn maaha war maxaa taqaanaa waxuma aqaano fursad buu haystaa weliba qofkii diin buu baran karaa waxaa lagaa odaysaa joogtaa sheekh maxamuud baalin kuu jooga ama raggii kale akhyaartaaba kuu jooga diintaad baran kartaa adduunyadaad baran kartaa iskuulkii baa lacag lagaa qaaday jaamacaddii baa lacag lagaa qaaday weliba adaan wax lagu siinay ee suusool isma siiyo walow hadda la yareeyey miyaa la yareeyey mise waa anaa mooday isug miy suuqgal baa galay baan umalaynaya sidii hore maaha calaa kullin dhaqaalaba lagugu siinayaa jaaniska ay fursadda aad haysatay adduunka meelay ka jirtaa way iska yartahay way xadidan tahay waad soo taagan tahay oo ka faa'iidaysan mays cilmigu waa furaha adduunyada tan waxaad is ogaan doontaan hadda waxaa laga yaabaa inaad hadalkaa dhibsanaysaan waxaad is ogaan doontaan marka tareenku u gudbo tareenku markuu gudbo oo diinna nin wax badan ka garanaya aadan ahayn oo salaadii xitaa aadan sixi karin qof wax badan ka garanaya aadan ahayn adduunyana aadan wax badan ka garanayn xamaal inaad tagto ama nadaafad iyo gooqaynta ka shaqayso mooye aadan iyada lafteeda halkan maxay u baahan tahay iyada lafteedibaaba u baahan baa yani maaratay aqoon kale u baahan calaa kullin yani aad in xamaaliya u noqoto qof in xamaaliya aad noqoto arrinkaasi waa khatar daayarta fursadaad haysataan war fursadda ha laga faa'idaysto diinta ha la barto adduunyada ha la barto wax noqda markaasaad idinna yani maaratay saameyn yeelan kartaan waxaa ka mid ah waxyaalaha xuluusha ah yaan odhan karo waa biyo kama dhibcaan inuu qofku isxisaabiyo naftaadana xisaabiso hadda waxaynu ku jirnaa 2012 soo ma maxaa kuu dhexeeya adiga farqiga 2012 febraayo maxaan ku jirnaa january february march miyaams febraayo febraayo
iyo 2012 isla bisha Febraayo halkan mu'tamar lagu qabanayay maxaa farqiga ku dhaxay wali ma is xisaabisay inta qol fariisatay diintii maxaa farqiga aad maaragtay maxaa faa'iiday maxaa kordhisay adduunyadii waxbarashadeedii maxaa kordhisay haddii xitaa tabcato shaqaysato maxaa maaragtay maynisa balaasad ku jirtaa maxaa faa'iiday in la xisaabtamo waa muhiim haddii aan xisaabtamin waxa weeye maaragtay waa fashal nimaan xisaabtamin waa nimaan waxba haysan haddaadan dhaqaale iyo lacag haysan waxaad xisaabisa ma helaysaa maxaad kala xisaabisa waxba ma haysatidi nin aan waxba la joogin oo adduunyadiisii aakhiradiisii zero ay tahay ninkaa wey ninkaan xisaabtamani laakiin ninka xisaabtamayaa halkaasaan joogay halkaana waan u socdaa maxaan kordhay maxaan nuqsaamay qofka wax haystaa qofka qofka xisaabtamaya haddii aadan hore u xisaabtami jirin maanta naftaada bar waxaad baranaysaa ugu yaraan waxaad baranaysaa waxaa tahay naftaada ugu yaraan baranaysaa inay tahay naf wax kororhsan karto iyo inay tahay naf iska miskiinado inaad dulsaar iska noqoto mooyaan wax kororhsan kara ee hala xisaabtamo adduunyadana hala xisaabiyo aakhiradana hala xisaabiyo nabigu atu yihi calayhi salaatu wasalaam xaasibu anfusakum qabla an tuxaasab inta aan la xisaabin hala aakhirana hala xisaabiyo waxaan kusoo gabagabaynaya walaalayaal macaasida iyo dunuubtu waa waxyaalaha bani aadamka haleega dembiga iyo macaasidu oo ilaahu laga caraysiiyo waxyaalaha bani aadamka haleega wey macaasida ha laga fogaado si ilaahay raalli inooga noqdo adduunyadeennuna marka ay inoo hagaagto aakhiradeennuna inoogu hagaagto insha allahu tacaala intaas baan kusoo gabagabaynayaa waxa la waqtigii hoo dhamaaday waxaan rajaynayaa inaad wax ka fahamteen waxna ka faa'iideen saan aansiba u badneyd insha allahu tacaala جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته